السلام عليكم، شلونكم حبايب قلبي؟ يا رب الكل بخير وصحة وسلامة. اليوم حبيت أقدم لكم أكلة من الأكلات الشتوية جدا طيبة، هي تمن الماش أو المموش. فخلينا نشوف مقاديره وطريقة عمله. بالبداية هنا عندي كوب ونص من التمن بسمتي أو أي تمن عادي، وكوب من الماش، وعندنا حبة بصل كبيرة. بالبداية غسلت الماش بشكل جيد، وبعدين راح أبدي أخليه بجدرية وأسلقه، أخلي كمية لا بأس بيها من المي. يعني تقريبا تعلو عنه 3 أصابع، وهنا راح أخليه على نار عالية بالبداية، وبعدين أخلي النار وسط لحد ما يوصل بهذا الشكل، يعني تتفتح حبات الماش وتستوي، يعني تقريبا 3/4 استواء أو استواء كامل عادي. فهنا عندنا البصل، راح نبدي نحمسه بالزيت، وراح نستخدم الزيت مالته للطبخة. خليت كمية من الزيت بالطاوة على جهة، نبدي نحمس بيها لحد ما ياخذ اللون الذهبي او الذهبي الغامق. هنا صفيت التمن بالمصفي، وراح اخليه على الماش المستوي، نخليه فمينا شوية ملح. نخلطها بشكل جيد حتى يتهدر هو والتمن. وشوية ملح على البصل حتى يعني يتكرمل، وبنفس الوقت يصير مقرمش وما يبقى مثل الحلابي. قبل ما ينشف تماما التمن والماش، ننزل عليه الزيت اللي ماخذ من طعم البصل، وشوية همينة كمية بسيطة من البصل. نبدي نحرك نخلطهم ونخلي جوا زباية ونخليه يتهدر. هنا راح نسوي سلطة، أي سلطة طبعا تعجبكم، ينأكل ويا الروبة ويا السلطة اللي بيها بصل والليمون، وهمين الناس تقدمها بصراحة بالدبس، بس هذه يعني العادات القديمة، الدبس والمموج معروف يعني من الأكلات العراقية القديمة الشتوية. فحسب الرغبة، إذا حبيتوا همين تاكلوه بالدبس تجربوه، احنا نحبها ويا السلطة هذه اللي بيها بصل والليمون. وهذا يكون شكل النهائي. أتمنى تعجبكم هذه الوصفة، لا تنسونا بالاشتراك إذا ما كنتم مشتركين بالقناة، وأكيد ما تبخلون علينا باللايك. في أمان الله.